السيد المدير السيد داغوري محمود فليتفضل مشكورا. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد عامل صاحب الجلالة على إقليم جرسيف، السيد رئيس المجلس الإقليمي لجرسيف، السيدات والسادة الحضور الكريم، بداية يشرفني باسم المديرية الجهوية لوزارة الثقافة أن أحضر معكم فعاليات المهرجان الوطني للبيئة والثقافة الأمازيغية، شاكرا لكم كريم الدعوة، منوها بمجهودات جمعيتكم الجادة في تنظيم هذا المهرجان في نسخته السابعة تحت شعار الأمازيغية في الحياة العامة. ونحن في المديرية الجهوية للثقافة وانطلاقا من تجربتنا في تنظيم المهرجانات، فإننا نقدر مشقة التنظيم، ولكن ما هذا بعزيز على جمعية أضرار للتنمية الاجتماعية، هذه الجمعية الجادة والفاعلة التي كانت ولا تزال قيمة مضافة مهمة للفعل الجمعوي بإقليم جرسيف. فتحية تقدير وإكبار لكل أعضاء الجمعية. أيها الحضور الكريم، إن مقاربة تتمة هذا المهرجان يجعلنا جميعا نستحضر بإكبار وإجلال خطاب جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده يوم 30 يوليوز 2001 بأجده، حيث أنشأ جلالته مؤسسة ملكية لخدمة اللغة والثقافة الأمازيغية، وأولى حفظه الله المؤسسة والأمازيغية بعنايته الكريمة مما تمخض عنه دسترة الأمازيغية في الخطاب التاريخي ليوم 9 مارس 2011 لتصبح لغة رسمية إلى جانب شقيقتها العربية، وهي إشارات قوية التقطناها في وزارة الثقافة، فتم بداية توقيع اتفاقية شراكة بين الوزارة والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية تلاه تصدير مشروع برنامج عملي للتعاون والتنسيق حول مجموعة من الأنشطة شكلت رافعة للنهوض بالإبداع الثقافي والفني الأمازيغي، يحتاج منا جميعا لأجراءات حقيقية منوطة بالوزارة من جهة وفعاليات المجتمع المدني من جهة ثانية، إذ أننا في وزارة الثقافة نثمن الدور الأساس والفاعل الذي لعبته الأمازيغية في تكوين هويتنا الوطنية، وعاملون بإرادة صادقة لإيلاء الأمازيغية ثقافة ولغة وإبداعا ما هي جديرة به. سيد عامل صاحب الجلالة المحترم الحضور الكريم، إن منطلق الوزارة في التعامل مع الأمازيغية انطلاقا من دستور المملكة وبتعليمات واضحة من السيد وزير الثقافة هو العمل على إنصاف وتأهيل وتجويد الخدمات في إطار مقاربة شمولية للتعاطي مع الشأن الثقافي الأمازيغي تتمحور حول مجموعة من التدابير يمكن تحديدها فيما يلي: أولاً، العمل بشراكة مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية وبتشاور مع مكونات الحركة الثقافية الأمازيغية على تثمين وإبراز ونقل الموروث الثقافي الأمازيغي من الشفاهية إلى الكتابة. ثانياً، جمع وتصنيف المتون الأدبية والتعابير الفنية الشعبية المتنوعة. ثالثاً، تشجيع ومواكبة المبدعين في مختلف مجالات الكتابة والتأليف باللغة الأمازيغية بنشر أعمالهم. رابعاً، المساهمة في دعم التظاهرات الثقافية والفنية لفعاليات المجتمع المدني في إطار النهوض باللغة والثقافة الأمازيغية. خامساً، تنزيل مقتضيات المادة الخامسة من الدستور القاضية بإدماج اللغة الأمازيغية في الحياة العامة وتعبئة كل الإمكانيات المادية والخبرات لهذه الغاية. سادساً، تشجيع الإنتاج الأمازيغي في مختلف الأجناس الإبداعية. سابعاً وأخيراً، العمل على إبراز الصناعات التقليدية والمهارات الحرفية المتصلة بالموروث الثقافي وصيانة المواقع الأثرية وإحداث متاحف جهوية لهذه الغاية. السيد العامل المحترم أيها الحضور الكريم، إننا في المديرية الجهوية للثقافة إذ نثمن كل المبادرات الجادة والفاعلة سواء من لدن السلطة الإقليمية أو المجالس المنتخبة أو فعاليات المجتمع المدني، فإننا منفتحون على كل الاقتراحات والمبادرات والمشاريع التي من شأنها تطوير الفعل الثقافي بهذا الإقليم العزيز الذي نلتزم بدعم وتطوير والإسهام في بنيته التحتية الثقافية، وبالتعاون جميعا سنكون قادرون على أن نحقق لهذا الإقليم ما يستحق، هذا الإقليم الذي أنجب إجالات في الفكر والإبداع والوطنية. ونجدد بهذه المناسبة التزامنا في المديرية الجهوية للثقافة
بمقتضيات اتفاقية الشراكة التي تجمع بين المديرية الجهوية للثقافة والجماعة الحضرية لمدينة جاسيف بخصوص تجهيز دار الثقافة بالمدينة، ومستعدون لخلق نقاط للقراءة على غرار ما أنجز بالجماعة القروية لتدات والجماعة القروية لساكا، ومواصلة ما أنجزناه في مجال الترميم وتسهيل أسواق قصبة أمسون التاريخية، ودعم كل الأنشطة الفكرية والثقافية. وإن مما يثلج الصدر ويسر هذا الطموح المنشود هو مثل هذه المبادرات الجادة والهادفة كمبادرة جمعية أضرار من خلال هذا المهرجان الذي نجزم سلفا أنه مهرجان وفق في اختيار شعاره كما وفق في تسطير برنامجه الغني والمتنوع، شاكرين مرة ثانية مجهودات الجميع من سلطة إقليمية ومجالس منتخبة وكل الباحثين الأساتذة والأستاذات الباحثين المشاركين، متمنين لهذا المهرجان كل التوفيق والنجاح في تحقيق أهدافه، سائلين العلي القدير أن يوفقكم وأن يمد عمر هذا المهرجان، والسلام عليكم ورحمة الله.